السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بغيت هذا الفيديو هذا نتكلم فيه على هذيك الواقعة اللي وقعت في جديدة من طرف ذاك رئيس الجمعية اللي هو إنسان مريض بكل المقاييس، بالإضافة لأنه وحش آدمي. وما غنقولوش ذئب آدمي، لأن الذئب ما كيديرش هكا في العشيرة ديالو. إلا قريت على الذئب، الذئب ما كيتزوجش من المحارم ديال الأسرة ديالو، ما كيتزوج بختو، ما كيتزوجش بمو، وكيراعي جدو، وكيراعي الأب ديالو، وما كيتروجش في السيرك. الذئب هو أشرف الحيوانات، بمعنى انه كيقدس واحد النظام رباني عنده، كما ان الذئب مذكور في القران في واقعه يوسف عليه السلام، وكان الافتراء عليه ايضا اللي قالوا ليه راه اكله الذئب. يعني الذئب حنا بين البشر ديما كنظلموه ظلما وعدوانا، وكيبرئ الله سبحانه وتعالى. على اي هذه الواقعه شكون المسؤول فيها، او شكون المسؤول عليها؟ المسؤول فيها وعليها الأول هو الأسرة المغربية. وملي كنقول الأسرة المغربية ما كنعممش، ولكن أغلب الأسر مع كامل الأسف عندهم واحد النوع ديال التساهل، ديال الثقة الزايدة أو الثقة العمياء المنوالة. وهذه الثقة كتكمن في الإنسان اللي كيتظاهر بالدين والصلاح، وقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. صافي كيدير واحد اللحية أو كينبت واحد اللحية ويبدا قال الله قال الرسول، صافي كنأمنوا ليه، وكأنه يعني إنسان منزه مقدس لا تشوبه شائبة، وكنسلموا ليه كل شيء، وبالتالي كيدير ما بغى. كيف يعقل صفة ولدك في عمره 7 سنين مع واحد ما كنعرفوش؟ 7 سنين نصيفطو مع واحد غيديه ما كنعرفوش، هاد السيد ما عندي بيه حتى علاقة، ما عندي بيه حتى رابطة، ما هو عمو، ما هو خالو، ما هو حتى شي حاجه من هادشي. ونديه معاه ونخليه معاه، يديه معاه يعني يبيتو معاه وكذا، ومع مجموعه، ونامن لوليداتي صغار مع واحد انسان ما كنعرفوش انايا. بالاضافه على الانسان هذا كان توفى ليه واحد الدري او تقتل او غرق او الله اعلم، لان هادشي كيفتح القوس عاوتاني من جديد، يعني عنده سابقه. بالاضافه على ان المحيط ديالو كله كيقول على ان السيد راه فاسد، وانه راه بيدوفيل، وانه راه ماشي طبيعي. ومن بعد ملي كنشوفوا هذا حصلوا في الحمام مع دري، هذا حصلوا مع كذا، وكل شيء ساكت وكل شيء ضارب الطم. يلقى الحمام حقه ما خايفين من السمعه ديال الحمام تمشي ليه، ياك وهذاك الانسان. وفين هو الدين هنا الاسلامي؟ شوف الازدواجيه هنا كيفاش دايره، شوف النفاق. فين هو الدين الاسلامي كيقول من راى منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. كتشوف طفل كتهتك الحرمه ديالو وكيتهتك العرض ديالو وما قدرتيش دوي، خايف على سمعه ديال المحل. ديالك الدري راه ولدك. إذن شحال ديال الكوارث سببها الثقة العمياء، وباسم الدين مع كامل الأسف، والدين براء من هادشي، باسم يعني جراثيم بشرية، يعني كتصرف أنها متدينة وأنها كتعطي واحد القالب ديال الدين وديال هذا، وقال لا قال الله الرسول كذا، باش كيزكر باش يفترس هو كيما بغى، وحش بشري.
هذاك المشهد اللي شفناه ديال الفيديو كاكرا، وكنشكروا هذوك السيدات. وصراحه بهذه الوقعه ديال المراه المغربيه ليها الف تحيه. المراه المغربيه دائما كتبين على انها اجدر واحق بزاف الامور اللي هي مشرفه. المراه المغربيه عندها شجاعه اللي ما عندش الكثير من الرجال صراحه، باش نكون واضحين، ماشي باش نبداو نغطيو الشمس بالغربال. نصيحه، راه ما كاينش الثقه على الوليدات كيف ما بغى يكون انسان شانه، سواء متدين او غير متدين. يعني الوليدات ديما ديرهم في عينك لانهم حار ومسؤوليه عليك ايها الاب او ايتها الام. راه ما تسلمش امر فلدتك لبنتك وتثق في واحد الانسان معين. حنا ولينا كنشوفو كوارث، وبفضل هذه التكنولوجيا صراحه اللي هي نعمه ونقمه ايضا. نعمه ان العالم باسره ولا بين يديك، واخبار العالم كلها بين يديك، والوقائع كلها بين يديك غير اللي ما بغاش. ونقمه ايضا البعض الناس اللي كيستعملوها في امور اخرى من ابتزاز ومنها نشر الرذائل وغيرها. فالوليدات راه الاسره اللي مسؤوله عليها، وهذا الدري هذا كان يتيم وهذا مجرم وخاصو اقصى العقوبه باش يكون عبره الجرائم البشريه اخرى. يتيم مسكين بالضبط، يعني اش نقول لك، ما عشي اليتيم، واليتيم فلا تقهر، قال الله سبحانه وتعالى واليتيم فلا تقهر. هذا راه ماشي قهرو، هذا راه حطمو، هذا حطم الرجوله المستقبليه ديالو، هذا حطم الكينونه ديالو. يعني واحد القضيه خطرفه علميا، هذه البيدوفيل واللي عنده مرض البيدوفيل او البيدوفيليا لا علاج له. البيدوفيل ما كيتعالجش، كيبقى بيدوفيل حتى كيموت. وقراو بحوت ديال الناس غربيين في ما كان عندهاش علاج للبيدوفيليا، كيبقى مولاه حتى كيموت، كيولي اخصاء كيخصيوه او كيدقوا له ديك الحقنه اللي صافي كيولي سون فيل. والفاهم يفهم، لان عارفينو هذاك راه غيبقى يغتصب وغيبقى كذا وغيبقى، لانه هكاك هذاك حتى كيموت. واغلبيه هاد لي بيدوفيل كيكونوا تما مغتصبين اللي كانوا دراري صغار، كما ديك الواقعه اللي كانت وقعت في تارو دانس اللي كان كيغتصب دراري وكيقتلهم بالعشرات. فالمجتمع ديالنا ماشي جديد عليه هادشي، معروف هادشي. ولي بيدوفيل في اي درب وفي اي مدرسه وفي اي مكان موجودين هادو، متخفين كل واحد باش متخفي. كاين اللي متخفي بالدين، وكاين اللي متخفي بانسان منفتح وكيضحك وكل واحد باش متخفي هذاك الوحش البشري. فاذا الانسان يرد البال، راه الوليدات ملي كيكونوا صغار راه عارهم عليك، اما ملي كيكبر وديك الساعه كيتحمل الوزر ديالو وكيتحمل الامر ديالو، لانه هو كيكون عنده اختيار ديك الساعه، هو اللي كيتحمل الوزر ديالو امام الله وامام القانون. اما هو باقي صغير بريء، وشفنا التصريحات اللي صراحه كتخلي بنادم الدم كيفور فيه، اللي راجله ما اللي حاجه اخرى ما نهضروش عليه. اللي كتسمع شي حوايج كيتصرف مع صبيان كانهم نساء وباقيين صغار ملائكه، وكيتكرفص عليهم كيعذبهم داك التعذيب، هذاك راه تعذيب وقتل، قتل هذاك. والطفوله راه بحال هذاك الذاكره عندها بحال الحجر كيبقى محفور ما كيتنساش، هذيك البشاعه ما غاتنساش داك التصرف. ومع ذلك كلشي مستر ومدمص وساكت. فالأسرة هي المسؤول الأول على ما يقع في المجتمع، راه الأسرة هي المسؤول الأول على اللي كيوقع في المجتمع، سواء كان مجتمع صالح أو مجتمع فاسد. لأن ملي كيخرج هذاك الفرد كيخرج من الأسرة، وما تقولش من المدرسة، المدرسة هي كتقري وكتعلمك، ولكن راه الأسرة هي اللي كتكونك وهي اللي كتعطيك المبادئ ديال الحياة أو معاني الحياة. راه اللي ما كيبركش مع ولدو واخا ساعة
وهضر معاه وتناقش معاه، اول مره تبارك مع بنتها تناقش معاها وتهضر معاها، وحيد واحد الكلمه ديال الحشومه، هذيك الحشومه راه هي اللي كتولد الحرامي. قال صح حسن كذاب، نشرح لولدي انا كرجل هذه المنطقه ما ينساش لك، ما يبوسوش فمك، ما يمسكش المؤخره ديالك، ما يقولش حيد سروالك، ما 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 ماشي حشومه. حشومه كما قالوا سيدنا الولا كتولد الحرامي. وحشومه ما كاينش مصطلح ديالها في اللغه العربيه، ولا حياء في تعليم الدين. اما الحياء كاين في الدين، كيف لا حياء في الدين؟ لا، كاين الحياء في الدين ولكن لا حياء في تعليم الدين. يعني اي باب ما فيش الحياء اني نفسر فيه. اما حشومه والدري مسكين ما عارفش وبريء، حتى كيولي ما هو وما لونه، حتى كيولي يعني مريض نفسي، كيحمل في القلب ديالو واحد الغصه اللي ما غاتمحاش، اللي ما غاتمحاش سواء الدري او الدريه الا كانوا صغار. فالمسؤول الاول والاخير كنعاودو ناكدها، الاسره. الاسره، الاب والام والام او الخال والعم اذا كانوا عندهم ذوك اليتامى كربيهم فهو مسؤول عليهم امام الله سبحانه وتعالى. اولادو طلق اما للزنقه ولا للشارع، او هذه دار الشباب، ولا هذا نادي ديال الكاراتي، ولا هذا نادي ديال الجيدو، ولا حتى نكون مع ولدي في لاصال ولا مع بنتي اذا كان صغار تيسالي التدريب ديالو ونجي معاه، ما نخليهش راه باقي صغير هذاك. اذا شويه الوعي، راه الوعي هو كل شيء. هذا هو الفيديو اللي بغيت نشارككم، لان كنهضروا مع بعضياتنا وننبهوا بعضياتنا، لان حرام ان تشوف شي حاجه اللي كتالمك بحال هكا. وهذاك الوحش البشري خاصو يتعاقب، وخاصو تفتح تحقيق ايضا في ذاك السيد اللي مات، او ذاك الطفل اللي مات، لان هذيك الموت ديالو راه ما كانش كتبان عاديه ملي بانت هاد الحقائق بالصوره والصوت. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.